إذا كان اللباس تكون عليه علامة باسم إحدى الآلهة اليونانية وهو ما يدعى نايك، هل يجوز لبسه وبيعه؟ إن كان اللبس من الثياب والعمائم أو الجبة فلا، لأنه إذا ثبت أن هذا إله فهذا تعظيم له. أما إن كان حذاء أو شرابه تحت القدم أو في السراويل فلا مانع، لأن هذا إهانة. نعم.